هو الجدع ده رايح فين؟ هو كده كل ليله خميس وحج يا عم. واحنا مالنا؟ العب العب. الشاب ده يا علي عايزيني من قرايب العروس. انا قلت كده من الاول. ناس زباله. مين الشاب ده يا فوزية؟ باين عليه من اهل العريس. ده باين عليهم ناس زباله. باين عليهم كده. حضرتك عندك اولاد؟ لا. لا مؤاخذه حضرتك عندك اب؟ ايوه. لا مؤاخذه ابوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ اوه لا. خلاص لما ابوك يعرف ابنه فين انا كمان اعرف ابنه فين. يا باشا انا شايفه بعناية خارج من الحاره لابس ومتانتج زي عادته كل ليله خميس وليله حد. بيروح فين كل ليله خميس وحد؟ الله اعلم يا باشا. وبيروح ساعه كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس اكيد بيرجع لما القهوه تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاوله للتضليل هتدفعوا ثمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجه عن حسن الا حكايه خروجه كل ليله خميس وليله حد لابس ومتانتك. كل ليله خميس وحد لابس ومتانتك. لابس ومتانتك. انتك ولابس. لابس ومتانتك. متانتك ولابس. لابس ومتانتك. معتصم. معتصم. انت معايا يا معتصم؟ ومتانتك. هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتانتك؟
الهدف لابس ومتأنتك يا فندم. قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. جرايه معتصم، انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادة؟ ايوه عارف عارف، معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الاداره الا هو معايا يا فندم. لابس ومتأنتك ومتأنتك ولابس. أستاذ، يا أستاذ. نعم يعني نعم يا حبيبي. حتى الصبر طيب. طيب الصبر طيب، ما حدش بياكل أكتر من بطنه. أستاذ، إيه ده؟ هو سيادتك معزوم هنا برضه؟ ده خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن. ما تاخد حاجه تبري نفسك بيها على المؤسف. احنا عايزينك بسرعه يا حسن، ومن غير ما نعمل شوشره. ها بس بعد ما تعشى. ثانيه واحده، ثانيه واحده. اهو وانت بقى تبع اهل العروسه ولا تبع اهل العريس؟ انا تبع المأذون. انا اصلي غاوي افراح، احب اجي الفرح من دول ابري نفسي بشويه اكل على مزاجك كده. تعرف الطبق ده؟ لا انا ولا انت ولا الاكبر منك نقدر على تمن ده، لسه الحلو بقى كمان غير الانس والفرفشه. مصنع البلاستيك اتحرق يا حسن. اهو ده اللي كنت خايف منه. ليه ما شفتوش شغله كويس؟ أنا قلت لكم المصنع هيتحرق، ده إهمال، إهمال كسيب. وبعدين أنا ناقص تعاكم عليا في ليلة مفترقة زي دي؟ يا ما قلت له المصنع ده هيتحرق، رحت له لغاية عنده، قلت له الساعة 10 ونص المصنع هيتحرق، مفيش فايدة يا جدع. هي أنا دايم زي ما بقول لك. خلصت يا حسن؟ خلصنا يا سيدي، مفيش داعي للحل، ده حاجة تقرف. اتفضل. عن إذنكم. إيه؟ أوعى تقول لي حلم تاني، أنت تنسى حكاية الحلم دي خالص. أمال أقول إيه؟ تقول الحقيقة. ماشي. الحقيقة إنه حلم. حسن. حسن. أنت قاعد على القهوة، سمعت ناس بتتكلم. قول لي أساميهم، ما تخافش. طب بلاش. مش عارف أساميهم، أوصفهم. القهوة ما حصلش فيها حاجة. يبقى في صالون الحلاقة بتاع والدك. زبون طرطش كلام وقال. بقول لحضرتك ايه، انت كده بتضيع وقتك معايا. ما تدوروا احسن على الناس اللي حرقوا المصنع قبل ما يهربوا. وانت فاهم ان احنا قاعدين ساكتين؟ ده في فرقه بحالها ورا الموضوع ده، وانا واحد منهم. وانا بقى اللي طلعت من حظك. ها ده من حسن حظي. طيب حس كده، انا هقول لك على كل حاجه بصراحه.